الآن ينضم إلينا مباشرة من لندن الأستاذ أشرف العايدي، كبير استراتيجي الأسواق العالمية في سيتي إندكس. مساء الخير يا أستاذ أشرف، أنت بتدور على إيه يا أخي؟ عم بدور على البنوك الإسبانية التي وقعت من يدي. أيوة طيب اسمع، أنا مندهش جدا لأنني كنت أتصور كأي شخص ساذج كحالي أنا شخصيا انه البنوك الالمانيه دي منيعه وبالتبعيه البنوك النمساويه، ما سمعناش عن النمسا حاجه غلط يعني. لماذا هذا التخفيض في التصنيف؟ سمعنا على النمسا شيء غلط حوالي 3 سنين من خلال تعرض البنوك النمساويه الى ديون ولا اديان الى ديون الى ديون في ايطاليا وحتى في المجر. هذا الكلام كان حوالي 3 سنين، بس بعدين كانت هناك إعادة هيكلية التي دخلت في البنوك النمساوية، ومن خلال ذلك كانت هناك من بعض البنوك الألمانية الصغيرة اللي تسمى باللاندس بانك، وهي البنوك المحلية التي هي كانت متعرضة إلى البنوك النمساوية، ولكن المشكلة كانت إبرة ولا كانت يعني غبرة في عاصفة أكبر، وهي العاصفة التي كانت عاصفة الإسكان في 2008. فلما الآن يعني بنجبد الحديث مرة أخرى من النمسا وألمانيا، هذا كله يعني محمد إنه عبارة عن يعني تنطبق على مدى التعرض من البنوك إلى الأخرى، مثل الخليجيين اللي كانوا ماسكين من ليمن، ولا الآسيويين اللي كانوا ماسكين ببنك اللي عنده شقفة من ليمن، وكذلك. هل هذا يرفع علامة استفهام أو علامة خوف، ولا يعطي سبب هو ده السؤال يعني يا أستاذ أشرف، قل لي هل ينبغي أن يشعر الألمان بأن كبرياءهم قد طعن، وهل ينبغي أن نشعر نحن بالخوف على عملاق أوروبا ألمانيا؟ السؤال الأول، هل ألمانيا لازم أن تشعر من الخوف ولا بعدم الفخر من خلال ما حدث إلى البنوك؟ لا. وهل يمكن أن ألمانيا أن تشعر من الخوف من الطريقة الماكرو اقتصادية، من التيارات من انخفاض الطلب من قبل أوروبا الجنوبية للواردات ولا للصادرات الألمانية؟ نعم. هل نحن كمشاركين في الأسواق المالية يمكن نناقش ذلك؟ هنا في سيتي إندكس اف اكس يعني سولوشن كنا نحذر يا محمد عبد الرحمن منذ شهر 2 وشهر 3 انه كان في هناك سؤال كبير. الناس كانوا يقولون انه هل الولايات المتحدة ستهز اوروبا على ظهرها وتمنع انخفاض يعني منكمش مجدد في اوروبا، او هل الانكماش الاوروبي الجنوبي جنوب اوروبي سيستولى على المحرك الالماني؟ ونحن كنا نقول انه هو الحركة الأخيرة هذه، إنه ماذا يحدث في إيطاليا وإسبانيا، إنه سيتمكن أن يستولى ولا أن ينزل ولا أن يخفض المحرك الألماني، وكل مؤشرات الصناعة والخدمات the Purchasing Managers Index the IFO من ألمانيا the ZEW مؤشرين المستثمرين الاقتصاديين وثقة المستهلكين في ألمانيا كلها تعطينا صورة يا محمد، نفس الصورة اللي شفناها بأواخر 2007 وأوائل 2008. ده أمر مرعب جدا يا أستاذ أشرف، لأنه يعني العملاق الألماني لو أنه عرج قليلا يبقى علينا بالفعل أن نلملم أشياءنا ونرحل، دي تبقى مصيبة كبيرة. أستاذ أشرف، تثبيت المركزي الأوروبي لسعر الفائدة عند 1%، كيف استقبلته الأسواق؟ الأسواق تقبلت يعني
ردة الفعل المباشرة محمد كانت ردة فعل غير جيدة، لأنه كانوا متمنيين يعني ولا متمنيين مش متوقعين ولا متمنيين أنه سيرون انخفاض، ولكن بشكل واقعي ولا نحن هنا في سي اندكس اف اكس سولوشن ولا معظم المتنبئين كانوا يتوقعون شيء. هل هذا يغير أي شيء في الوقت الحاضر الآن؟ لا، ولكن البنك المركزي الأوروبي فضل أن يحافظ على الذخيرة اللي هي قيمة سعر الفائدة للعاصفة التي ستأتي في أواخر الصيف. نعم نعم، يعني مش أنا عايز أتكلم معك بدون ما أخوف الناس، اتفضل. ولكن شوف يعني هم عارفين أنه سيكون هناك وقت يعني emergency ولا حالة طوارئ، فهم يجعلون أن يخفضون أسعار الفائدة من 1% إلى 0.5% بحوالي يعني شهر 7 ولا شهر 8 لما تدخل في الـ LTRO، وهو عملية استعار ولا أعطي الأديان المجددة للبنوك الأوروبية. على هو أنا عايز ساعدتك بس، يعني تخلي بالك أنه دين جمعوا ديون، لأنه أديان دي دخلنا في منطقة تانية خالص. الشيخ غسان هيجي بعد شوية وهيتكلم في الأديان، خلينا احنا نتكلم في الديون. يا أستاذ أشرف مش ناقصنا. أستاذ أشرف، هناك أيضا فكرة تشغل بال المتابعين للشأن الأوروبي، وهي فكرة فيها قدر كبير من الطرافة. أنت عارف أنه الحكومة الفرنسية عادت فخفضت سن التقاعد مرة أخرى إلى 60، كان ساركوزي قبل شوية رفعه وخلاه 62. ما مغزى هذه اللعبة في رأيك، وهل لها جدوى؟ يعني ساركوزي هو متأثر من الجهة الأمريكية، عنده بيت بأمريكا، هو يريد أن يعمل كله ما يفعلونه الأمريكان. إذا الأمريكان قالوا أنه إحنا رح نرفع السن التقاعد، فساركوزي يريد أن يحل يكون هو يعني كل المشاكل، فينا نأخذ المكالمة هاي إلى الشؤون السياسية، ولا نقول أنه فكرة ساركوزي هي الفكرة التي هو التي طبع الذي دفش قصة ليبيا، لأنه ولا أمريكا ولا إيطاليا ولا بريطانيا كانت ناوية على دخول على ليبيا. هو كان يريد أن يجعل بصمته على الشؤون السياسية، ولكن الآن طبعا لأنه كما هناك تغير سياسي إلى الطرف اليسار، مش إلا اشتراكية ولكن يعني left to the center، فطبعا ذلك يساعد العمال ويساعد الناس، وطبعا هذا سيخفض من جديد السن التقاعد. هل هذا سيعيق الحركة التقشفية في فرنسا؟ يمكن، ولكن بنفس الوقت فرانسوا أولاند يعني كهجوم مضاد لهذه الحركة قال أنه سيرفع نسبة الضرائب على الناس الذين ذو المراتب يعني العالية. ولذلك نحن هنا في لندن نرى الهروب إلى الأموال إلى الفلاي تو سيفتي من الفرنسيين ذو الرواتب العالية إلى لندن. طيب سؤال أخير، الاحتفالات انتهت باليوبيل الألماسي للملكة إليزابيث يا أستاذ أشرف؟ ده سؤالي الأخير، بما أنك في لندن بقى وده أهم حدث بريطاني هذه الأيام. العام اللي فات بهذا الوقت كان عندنا زواج ويليام ولا هاري، ويليام وزوجته، والعام اللي بعده كان عندنا الجوبلي. طبعا لازم انه نلفت انتباه الناس الى اشياء حلوه، بعد حوالي شهر راح يكون عندك الاولمبياد، ولكن نحن هنا في السيتي حنشوف اولمبياد الاسواق الماليه.
التي هي ما هو الذي الذي سيقفز أعلى شيء ولا أوطى شيء. الحقيقة يا أستاذ أشرف أنا سأدعو الله الآن أن يخيب ظنك، لكن هذا لا يمس من احترامي العميق لآرائك ولتفكيرك الذي ينبه الناس إلى المصيبة المقبلة، لكن مش كتير على ربنا أنه يخيب ظنك وما تحصلش المصيبة دي. شكرا جزيلا للأستاذ أشرف العايدي كبير استراتيجي الأسواق العالمية في سيتي إن.